والمهم ألا تغتر بثناء أحد عليك، لأنه لا يرى منك إلا ظاهرك، ولا تيأس من ذم أحد من الخلق لك، فإن الله أرحم بك منه ومن نفسك. ظاهر هذا، واجعل أمرك كله في سرك وجهرك وغيابك وحضورك عن الخلق أمر معلق بالله، وكن على يقين أنه ما من نعمة إلا والله وليها، وما من نقمة إلا والله قادر أن يدفعها. واسأل الله أن يمتعك في الدنيا متاع الصالحين. وفي القرآن: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا منهم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.